هذه طائرة قادمة من غايانا. أرونا جوازات سفركم من فضلكم. تعتبر غايانا كموقع ساخن لتجارة المخدرات لأنها تقع في أمريكا الجنوبية وتحاذي بلدانا معينة أخرى. إننا نشهد قدوم كميات كبيرة من المخدرات من هناك. كيف حالك يا صاح؟ حسنا يا سيدي، أتمنى أن تقضي ليلة لطيفة. كان هناك ما هو مريب بشأن هذا الشخص، واتضح ذلك من تصرفه فعلا، إذ كان خائفا ومتوترا، ويبدو أنه يرمي إلى أمر ما. أترون ذلك الشخص؟ لقد رأيته في الطابق الأعلى، إنه يبدو مثيرا للاهتمام. ها هو قادم. أرني جوازك. ما المدة التي تعتزم قضاءها؟ أسبوع ونصف للاحتفال بالعام الجديد. للاحتفال بالعام الجديد؟ اتبعني بسرعة، أريد أن أتفقد جوازك. أتيت للاحتفال بالعام الجديد؟ أجل. حسناً، أمورك بخير. اسمع، سنصحبك إلى المكتب الخلفي ونتحقق من جوازك، مفهوم؟ ثم تمضي في طريقك. إنه قادم من غايانا ويبدو متوترا حقا. لقد تغير تصرفه حالما بدأت بتفتيش الحقيبة، فأصبح تصرفه المتوتر واضحا. من سيأتي لاصطحابك؟ أفراد عائلتك أم أصدقائك؟ أريدك أن تضع الحقيبة على الطاولة مجددا من فضلك. اجلس على المقعد بينما نتحقق من جوازك. فتحت الحقيبة فلاحظت وجود تعديل ما. يبدو أننا ضبطنا أسفل حقيبة مزيفا. انظروا، كوكايين. هيا انهض، واجه الجدار، لا تتحرك. هل فحصت المادة؟ رائحتها واضحة. اخلع سترتك. كوكايين فعلا. حسناً يا صاح، ضع يديك على الجدار. كانت غرائزي صائبة. خرجت فكان هذا الشخص مهرباً وأسفل الحقيبة مملوء بالمخدرات. إنه كوكايين. إنك رهن الاعتقال بتهمة استيراد مخدرات إلى الولايات المتحدة، مفهوم؟ الكمية تزن 4500 جرام، فأسفل الحقيبة مغطى برمته. سيقضي عقوبة سجن لمدة طويلة. إنك تحمل كمية كبيرة. عملية تهريب سيئة جدا. كانت الرائحة واضحة حالما فتحت الحقيبة. كانت التعديلات التي تم إجراؤها واضحة تماما. توجد 6 رزم هنا. بسبب المصادرات الأخيرة لكميات أتت من غايانا، فإننا سنركز على هذه الطائرة بقدر إضافي هذا الأسبوع. ألديك أسئلة لي يا رودي؟ أود، لأنني تحدثت مع زوجتي قبل هبوط الطائرة، وسيحل عيد مولد ابنتي يوم السبت، وأردت أن أهنئها لأنني لن أراها يوم عيد مولدها. كما ذكرت، سيحضر هؤلاء العملاء إلى هنا ليتحدثوا معك، والقرار متروك لهم. كان يوما آخر في مطار كينيدي.